طبعا تم التنسيق مع ذوي الشهيد ليتم دفنه في بلده سوريا الحبيبة وعلى ترابها الطاهر، وتم التنسيق ما بين الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والأحرار في الشمال السوري المحرر وبين قيادة الجبهة الشامية ليتم الدفن في بلده سوريا، وإن شاء الله عز وجل ستنطلق الجنازة من دوار الساعة في مدينة إعزاز باتجاه مقبرة الشهداء. يقوم الفيلق الثالث مع قيادة الجبهة الشامية بتأمين المكان لوجستيا وأمنيا وتقديم كل ما يلزم لتتم هذه المراسم على أفضل وجه. حقيقة الله يجزيهم الخير الأخوة جميعا اللي قاموا بالجهود العظيمة الجبارة خلال فترة وجيزة، استطاعوا إرجاع الجثمان من إسطنبول بعد اعتماد مكان الدفن في الداخل السوري، بعد اعتماده من أهله ومن الأخوة الكرام اللي حول المتوفى. قيادة الفيلق الثاني قامت بجهود جبارة حتى إيصاله من مطار عنتاب، تسهيل دخوله إلى الداخل السوري، والآن الجهود من فضل الله سبحانه وتعالى من جميع الفيلق مجتمعة متضافرة لإيصاله بعد صلاة العصر صلاة الجنازة عليه وإيصاله إلى مثواه الأخير. بداية أو أقرب الناس له اللي هم أولاده عائلته أسرته، بعض المسؤولين دخلوا معه، بقية المسؤولين كانوا موجودين في الداخل السوري عم ينتظروا وصول جثمانه. كان سيد وزير الدفاع وبعض الوزراء وبعض المسؤولين والمجالس المحلية استقبلوه أوصلوا إلى المشفى، وهم الآن ينتظرون إلى موعد صلاة العصر صلوا العصر وبعدها يصلوا الجنازة وإيصالوا إن شاء الله إلى مثواه الأخير بإذن الله تعالى.